تطبيقا لتوجيهات معالي السيد الوزير المحترم وتوجيهات الوزارة المتكررة في توفير أجواء السلام العامة والسلام المهنية في الجامعات والكليات العراقية، فقد دأبت كليتنا بتطبيق هذه التعليمات ومتابعة تهيئة وسائل السلامة المهنية في كليتنا من خلال التنسيق مع مؤسسات الدفاع المدني في المحافظة والتعاون والاطلاع على ما يتطلبه كل ما هو حديث في مثل هذه الإجراءات لغرض توفير السلامة العامة لمنتسبي الكلية من التدريسين ومن الطلبة والمنتسبين. وقد تعاقدت الكلية مع شركات متخصصة في مجال توفير متطلبات الدفاع المدني والسلامة المهنية وأجهزة التحسس عن بعد وتوفير المياه لمكافحة الحرائق وتوفير كل ما يتطلب التخلص من الحالات المفاجئة التي تحدث من التماس الكهربائي أو ما يحدث من أضرار لمختلف الأسباب داخل بناية الكلية، خاصة وأن مثل هذه الحوادث قد جرت وللأسف في الكثير من المؤسسات في الفترة السابقة وراح ضحيتها العديد من المواطنين. وكليتنا سباقة في إجراء اتفاقيات مع شركات متخصصة لتوفير أفضل الوسائل التي تساهم في توفير أجواء الأمن والأمان داخل بناية الكلية وضمان الأجواء المناسبة للطلبة والمنتسبين.